عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سماح. النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده هنعمل الكبسه السعودي، يعني اكله كده يعني من الاخر زي ما بيقولوا، مع الصوص بتاعها اللي بيتقدم معاها. يلا بينا نشوف الوصفه. اول حاجه عندنا هنا المكونات بتاعتنا: الرز البسمتي والدجاج. الدجاج بقى عايزاه دجاج كامل او رك زي ما انا عامله كده، براحتك اللي انت شايفاه. زيت، التوابل، الحب اللي هي اللومي والورق الهير والقرفة والحبهان والقرنفل. هنا عندنا الفلفل الأحمر، الشطة الحراقة دي اختياري برضو. وهنا الصلصة، معلقتين من معجون الطماطم، ودي التوابل بتاعتنا وهنذكرها بالتفصيل دلوقتي. وهنا عندنا الطماطم دي يا جماعة أنا عملتها مفرومة، مش يعني بشرتها، مش ضربتها في الخلاط في لا ابشريها. والبصل، بصلتين كبار يعني. هنا التوابل عندنا القرفة، اول حاجة هناخد القرفة، بعدين الكاري، كركم، وده عبارة عن حبهان مع قرنفل مع شوية جوزة الطيب، خلطهم على بعض. وده بابريكا، لو حابة تحطي شوية فلفل حار حطي. كزبرة ناشفة، فلفل أسود، وكمون. كمون، ودي تبقى ببهارات الكبسة عندنا، بتقلبيها كويس وبتحتفظ بيها عندك وبتستخدميها كل ما تيجي تعملي الكبسة. هنا هنبدأ أول حاجة هننزل بالزيت، كمية كويسة من الزيت والبصل. البصل يا جماعه لازم ياخد معانا لون شويه، ما يبقاش ابيض. وهنا الفلفل الاحمر الحار، ده حسب الرغبه، حابه تحطيه حطيه، مش حابه حطي بداله شويه من الفلفل بارد. هنزل بمعلقه التوابل، معلقه كبيره من التوابل بتاعتنا. التوابل هنا مع البصل، بجد لما بتتحمص مع البصل بتدي ريحه حلوه جدا للاكله وطعم حلو جدا للاكله. ده التميز بقى في الطبق بتاعك، ان يبقى له نكهه خاصه بيكي انتي. اوكي، وبعدين هنا انا نسيت في الاول اقول لكم على الجزر، فده جزره مبشوره وبنزل بيها مع البصل، بتدي طعم حلو جدا في الكبسه ولون كمان. وبقلب كويس. اللي في القاع ده هو اللي بيديني الطعم الرائع للكبسه، التوابل اللي بتتحمص دي. هنا هنزل بالفراخ كلها، هنزل بيها على مجموعتين، انا عندي 6 اوراق، هنزل بيهم على مجموعتين عشان اقدر اخليهم يشربوا من الصوص كويس الموجود، صوص البصل ده والتوابل. واقلبهم كده. هنا بسيبهم يشربوا من الصوص شوية، وبحط عليهم شوية من التوابل تاني، يعني بتبل الفراخ، يعني تعرفين بقى النكهة تبقى روعة مع التوابل دي. ياريت تجربوا الوصفة بتاعتنا دي، بجد بجد هتعجبكم، هتقولوا أحلى كبسة كناها في حياتنا. تمام كده، وبفضل أقلب شوية فيهم مع البصل، يشربوا من البصل. الفراخ ما شربت من البصل شوية ومن التوابل، بشيلها، بشيل الفراخ بتاعتنا وبكمل بقية المقدار وبرجع لكم. هنا بنزل بعد ما حمرت، ما خدت الفراخ لون، بنزل بمعلقة الصلصة الأول، معجون الطماطم، وبعدين الطماطم بتاعتنا، نقلبهم تقليبتين كده في مع البصل، يندمجوا مع البصل. وبعدين هنا أنزل بالتوابل الحب، الليمو. الليمو ده يعني متوفر عند كل العطارين يا جماعة وموجود، والليمو ده بيدي نكهة حلوة جدا للكبسة وهي مميزة بيه صراحة. والقرفة، ورق اللوري، والقرنفل، وهنا الهيل. حط التوابل دي كلها وقلب. الريحة مش قادرة اقول لكم، ريحة جامدة جدا، البيت عندي كله بقى ريحته كبسة. الملح، هنزود هنا الميه
عشان نسلق فيها بقى. تقعد احنا دلوقتي هنسوي الفراخ، يعني هتزودي المية، انا هحط الفراخ دلوقتي وهشوف لو محتاجة مية كمان هحطها، المية تغطيها، افضل المية تكون مغطية الفراخ. هنا قرن الفلفل، هنا يعني تقليبة بسيطة كده، اقلبها تقليبة بسيطة. وهزود المية زي ما قلت لكم، لازم المية تغطيها شوية عشان الفراخ تستوي كويس. لما الفراخ بتاعتنا تستوي هنعمل الصوص اللي بيتقدم جنب الكبسة او التقوس زي ما بيسموه، بس انا هعمله على البارد، مش هعمله سخن، مش هعمله صلصة مطبوخة. عندنا هنا الطماطم، حبيتين طماطم وليمونة وقرن فلفل ومعلقة معجون طماطم وملح وفلفل وبصلة صغيرة وفص ثوم، فص ثوم حسب الرغبة. ودي عبارة عن شوية بقدونس على كزبرة على نعناع والزيت. حطيتها كلها في الخلاط وهفرمها وارجع لكم ان شاء الله اوريكم شكلها عامل ازاي. هنا بعد ما خلصنا الوصفة بتاعتنا ضربناها في الخلاط، شايفين ازاي انا مش منعماها، وضفت لها الليمون والزيت اثناء الخلط. هي دي بتبقى صوص بارد، بتخليه شوية في التلاجة قبل ما تاكليه، لازم يقعد شوية، بيبقى طعمه احلى لما بيقعد شوية. الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت شايفين شكلها، بجد يا جماعة الريحة ريحة روعة قوي، حلوة جدا. هنا الفراخ استوت وهنبتدي نطلعها. هنا انا هنزل بالرز بعد ما شلت الفراخ. الرز ده يا جماعة انا غسلته غسيل كويس ونقعده في مية سخنة 10 دقايق بس. اما بتعمليه بالطريقة دي بتطلع الحباية كاملة زي ما هي، ما بيتكسرش معاكي اثناء الطبخ، وبيطلع نفس رز المطعم بالظبط اللي انت بتشوفيه بره في المطعم. بجد هتلاقوا فرق جامد لو اتبعتوا الطريقة دي. هنا هسيب الرز زي ما بتسوي اي رز عادي على نار عالية في الاول، وبعد كده بتوطي النار، اول ما تحس انه ابتدى يتشرب بتوطي النار وتسيبيه لما يستوي وياخد راحته في السوى. هنسيب الرز يستوي ونشوف هنعمل ايه بعد كده في الفراخ بتاعتنا. هعمل زي دهان كده للفراخ، عبارة عن معجون طماطم، معلقتين كبار معجون طماطم معهم شوية ملح وشوية من التوابل اللي انا قلت لكم عليها، توابل الكبسة، وشوية زيت، شوية زيت صغيرين، وهقلبهم مع بعض وادهن بيهم الفراخ بتاعتنا اللي هحطها في تحت الشواية. هنا الرز بتاعنا يا جماعة استوى، شوفوا الشكل، شوفوا الجمال، الريحة بجد. هنا الرز انا ما بغرفوش على طول، لازم تستني 10 دقايق قبل ما تغرفيه عشان حبة الرز ما تتكسرش. اما تستني شوية حبة الرز لما تيجي تغرفيها بتفضل على طول. شايفين الرز شكله عامل ازاي؟ بجد شكله روعة، والريحة كمان حلوة جدا. هنا دي معلقة سمنة بلدي انا بحب احطها في الاخر، في اخر ما بيستوي الرز احطها، وهسيب الرز 10 دقايق وبعدين نغرفه ونشوف الشكل هيبقى معانا عامل ازاي. شايفين الكبسة بتاعتنا بعد ما خلصناها، والله مش قادرة اقول لكم على الريحة والجمال بتاع الكبسة وطعمها، مش قادرة اقول لكم قد ايه رائع. اتمنى اذا عجبكم الفيديو النهاردة تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب.